صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار، ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل. النهارده هنتكلم عن الاداه اللي انا بحبها جدا 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 وبفضلها جدا 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 في عملي القهوه، وهي الايروبريس. الايروبريس اخترعها ألان ادلر سنه 2005، وكانت الصراحه اختراع رائع. الميزه بقى في الايروبريس انها بتديك اعلى طعم بالنسبه لكل الادوات اللي بتستخدم في عمل القهوه. يعني الايرو بريس بتخليك تحس بكل النوتس بتاعت البن اللي انت بتشربه، فبتخليك تقدر انت تستطعم كويس، تستطعم بشكل احسن من اي اداة تانية، وبيخليك تقدر تحدد نوع البن ايه وطعمه عامل ازاي. الميزة التانية بقى اللي انا شايفها في الايرو بريس انها كلها بلاستيك، مفيش فيها اي اجزاء ازاز او اي اجزاء ممكن تسبب مشاكل، سواء كان عندك اطفال او سواء بالنسبة للي بيستخدم التول دي. نيجي بقى نتكلم عن التركيب بتاعها. هي بتتكون من الأجزاء الأساسية بتاعتها، هما الجزئين دول أشبه نقدر نقول السرنجة شوية في التركيب بتاعها، إنها بتدخل الجزء ده في الجزء ده وتبدأ تضغط، ومعانا الجزء ده اللي هو بنحط فيه الفلتر بتاع الايروبريس، وده شكل الفلتر اللي احنا بنستخدمه، ودي معلقة المعيار بتاعت الايروبريس، ودي الجزء زي المعلقة اللي احنا بنقلب بيه البن في الايروبريس. ونيجي بقى للجزء ده اللي انا بعتبره من اهم واحلى الاجزاء في الايروبريس. ليه؟ اول حاجة هو بيستخدم عشان انت لو عايز تحط البن مثلا، فتركب مثلا الجزء ده هنا مثلا كده وتفضي البن بحيث انه ما يبهدلكش الدنيا. دي ميزة. الميزة التانية عندي بقى للجزء ده، واللي انا بعتبرها ميزة رائعة، احنا عندنا هنا الفلتر كاب بتاع الايروبريس ده كبير شوية، الديامتر بتاعه كبير، القطر بتاعه كبير، فبيحتاج كوبايات من نوع كبير او مجات من نوع كبير شوية يكون الديامتر بتاعها واسع. لكن لو انت عندك كوبايات القطر بتاعها صغير او الديامتر بتاعها صغير، فالجزء ده بيحل لك المشكلة دي، ان هو بيجي بيركب على القاعدة بتاعت الايروبريس، الجزء المسدس ده الاتنين زي بعض، وبتحطه بقى في اي كوباية او مج الديامتر بتاعها صغير، لان هنا الديامتر بتاعه صغير، فيدخلك في اغلب الكوبايات والمجات. نيجي بقى للطريقة بتاعت عمل القهوة بالايروبريس. هنتكلم النهاردة عن الطريقة الاصلية بتاعت عمل القهوة، اللي هي الطريقة بتاعت مخترع الايروبريس نفسه اللي بيعمل بيها القهوة بالايروبريس، اللي هو طريقة ألان ادلر. ان شاء الله بعد كده في فيديوهات تانية هنتكلم عن طرق تانية، لان الايروبريس ليها طرق كتير جدا ممكن تعمل قهوة بيها. اول حاجة نعملها هنجيب الكاب ونحط فيه الفلتر، تمام، وبعد كده هنجيب الجزء ده ونركب فيه الفلتر كده، وبعد كده نجيب كوباية او مج، بس يكون الديامتر بتاعه يستحسن يكون كبير شوية، قطر كبير شوية، و يكون الماتيريال بتاعته قوية شوية، وهنركب الجزء ده كده عليه. وبعد كده هناخد مكيال بن بالمعلقة اللي جاية مع الايروبريس، هي تقريبا تاخدها حوالي 18 جرام بن. هناخد معلقة نملاها وهنحطها عندنا في الايروبريس، تمام، وهنهزها كده شوية بحيث ان احنا نخلي الليفل بتاع البن عندنا متساوي. بعد كده هنجيب مية درجة الحرارة بتاعتها 80 درجة سليزيوس، ونملأ الجزء ده لحد ما بين العلامة 1 والعلامة 2. حد يقول لي طب انت بتقول درجة حرارة 80 سليزيوس، طب انا هعرف 80 سليزيوس ازاي؟ عندك حل من اتنين، يا اما تجيب ترمومتر حرارة كده زي ده بتاع سوائل وبتاع اكل، تحطه في الحاجة اللي انت هتغلي فيها المية لحد ما توصل درجة 80 اللي انت عايزها، بعد كده ترفع المية من على النار وتصب بيها. ما عندكش ترمومتر ده طبعا، ما فيش اي مشكلة. هتعمل ايه؟ هتغلي المية بتاعتك وتسيبها لمدة من 30 ثانية لدقيقة، هتبرد طبيعي وهتتحول لدرجة 80 او قريب منها،
فده شيء برضو كويس جدا، وهتعمل معاك القهوة مظبوط وما هتبقى زي الفل. فانت عندك طريقة الترمومتر بتاع الحرارة، او طريقة ان انت تعملها يدوي، مفيش اي مشكلة. وصحيح يا جماعة، بالنسبة للطحنة بتاعت البن اللي انا بستخدمها في الطريقة دي، اللي هي تبقى طحن ما بين الامريكان كافي وما بين الاسبريسو، عشان بس تبقى انت يعني عارف الطحنة ايه، لان الايروبريس كل طريقة بيبقى ليها طحنة معينة ودرجة حرارة مية معينة. فبالنسبة للطريقة دي الطحنة تبقى وسط لنعم. بعد كده انا جبت بقى المية السخنة اللي عندي، وهصب زي ما قلنا لحد العلامة بتاعت من 1 لـ2. زي ما احنا شايفين اهو، وصلت معايا العلامة اللي انا عايزها. بعد كده هبتدي بقى ايه، ان انا اقلب لمدة تقريبا 10 ثواني. بعد ما قلبت تمام القهوة بتاعتي، نيجي بقى للجزء الممتع بقى في القصة، ان انا هجيب الجزء ده واركبه هنا من فوق في الايروبريس، تمام، وابدأ اضغط بالراحة لمدة تقريبا حوالي 20 لـ40 ثانية. بس كده احنا وصلنا للجزء الاخير خلاص من الايه، من عمل القهوة بتاعتنا. وبيبقى ده شكل القهوة بتاعتنا، بتبقى نفس قوة الاسبريسو، حتى بيسموا القهوة بتاعتها اسبريسو ستايل. طعم ريتش جدا، غني جدا، ممكن تشربها مع اللبن تعملها لاتيه، مع اللبن وفوم تعملها كابوتشينو، ممكن لو حسيت انها تقيلة تزود مية سخنة تبقى امريكان، يعني تقدر تعمل بيها حاجة كتير. فدي قهوة الايروبريس بتاعتنا. اخر نقطة معانا بقى في الايروبريس، التنظيف بتاعها. بكل بساطة هجيب اي حاجة، انا يعني في العادي برميها مثلا في الباسكت بتاع الزبالة او حاجة، بس انا لا، عشان اوضح لكم القصة شوية، هجيب مثلا اي حاجة، تمام، وهفك الكاب ده وهضغط كده اخر جزء، نزلت معايا القهوة كلها اللي موجودة جوه بالفلتر. وبعد كده الجزء ده تحت المية بتاعت الحنفية، مجرد بس مسحة بسيطة من غير مية صابون أي حاجة، تمام الدنيا. بس خلاص كده الايروبريس بتاعتك نضفت، وبقت جاهزة إن أنت تستخدمها تاني في أي وقت. الناس هيقولوا طب الجزء اللي في النص ده، لا، الجزء اللي في النص دوت، الجزء الرابر ده بيمسح كويس قوي وبينظف كويس قوي كل الجزء ده، فمش محتاج ان انت تنضفه بالميه. واذا حبيت ممكن تنضفه بالميه عادي، بس برضو من غير صابون او اي حاجه. وبكده يبقى احنا خلصنا الايروبريس بتاعتنا بالقهوه بتاعتها بالطريقه الاصليه اللي بتتعمل بيها. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه بقى نعمل طرق تانية واشكال تانية منها. ومع السلامة.